بعد أنصار الفساد في مصر. أيوة أيوة أنا فلول. وفلول فلول وعصر. أنت حكمت على الفلول إنهم فاشلين كلهم كده. ما أنا فالمفوضية العليا لمكافحة الفساد اللي المفروض تنص عليها الدستور الجديد، المفروض دي هتنشأ وده استحقاق دستوري على المجلس النواب اللي هو يقوم بيه خلال السنة الأولى من عمر. فالمفروض برنامج الحكومة كان يلتفت لهذا الأمر ويبني خطته في الإصلاح الإداري، ويكون في ذهن الحكومة وفي أوراق أعمالها أن ستكون هناك مفوضية للفساد. نمرة 2